جدد تحيات لكم أصدقائي المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مشوارنا الانتخابي انتخابات 2018 مكمل اليوم. بصيرني استضيف المرشحة عن المقعد السني في بيروت الثاني نادين عتاني. يعطيك ألف عافية. بعرفك كنت عم تخبريني بتقودي طيارة، رح تقدر تقودي اليوم لايحة طويلة عريضة بدائرة فيها معركة شرسة جدا إذا فينا نقول. صباح الخير بيير، صباح الخير صباح للمشاهدين، شكرا للفرصة للظهور. صراحة بما أنك انطلقت من مجال الطيران، ثلاث أشياء أساسية لازم الطيار يحافظ عليها: السرعة، الارتفاع والوجهة. وأنا اكتشفت كمان بموضوع المشاركة بالانتخابات بلبنان، إذا حافظنا على وجهة واضحة وكانت وجهتنا سليمة، الارتفاع هو الرقي بالرسالة اللي عم نحاول نقدمها، والسرعة هي قديش نحن عم نقدر نقرب من هيدي الوجهة بشكل مباشر، فبنكون نجحنا. وفي كتير تقارب إذا بدك بين عملية قيادة الطائرة وبين الانتخابات. اليوم في معركة شرسة جدا مثل ما كنت عم بقول ببيروت الثاني، أنت اليوم مين بتمثلي ببيروت الثاني؟ في أكيد معركة سياسية واضحة المعالم، أيضا في أنتم في المجتمع المدني، أنتم من تمثلون اليوم؟ صراحة أنا من خلال مشاركتي مع لائحة كلنا بيروت، اللي هي اللائحة المدنية الوحيدة بدائرة بيروت الثانية، هدفنا من خلال المشاركة أو برنامجنا العريض هو فرض تطبيق الدستور. من هذا المنطلق، هذا هو الخطاب السياسي اللي نحن من خلاله عم نشارك بالعملية الانتخابية، وعم نلاحظ فعليا وللأسف أنه في غياب لخطاب سياسي أو منافسة سياسية على الساحة، وبلشت عم تظهر مؤخرا، وهذا بيدعي لضرورة أنه يكون في رفع مستوى للنقاش السياسي، لأنه بالنهاية هذه المعركة هي معركة بالسياسة، معركة بالمواقف السياسية، بالوجهة السياسية، معركة لوائح وما تمثله كل لائحة، أكثر من معارك برامج إنمائية فقط. إذا نحكي عناوين عريضة اليوم تطرح في البلد، أين أنتم من هذه العناوين؟ يعني اليوم أهل بيروت، البعض يقول أنه بيروت لن تعد سيدة قرارها اليوم، البعض يتحدث عن مشكلة السكن في بيروت، بيروت لم تعد للبيروتيين، يعني كل هذه الأمور أنتم اليوم كيف شايفينها؟ هل في أطر للحل برأيك لهذه المواضيع؟ الحل أكيد موجود، كل مشكلة لها حل، ونحن من خلال فرض تطبيق الدستور، هيدا العنوان العريض اللي انطلقنا منه، يمكن يبين للوهلة الأولى أنه كتير شمولي إذا بدك، أو بعيد عن الحياة اليومية للمواطن، بينما هو بالواقع بمس بحياة المواطن اليومية كل يوم. فرض تطبيق الدستور، عم نحكي عن الدستور، الدستور له علاقة بسيادة البلد، الدستور بيحفظ حرية التنقل، بيحفظ حرية المعتقد، حرية التعبير والرأي، كل هذه العناوين العريضة، وأيضا الأكسس أو القدرة أو حرية التعليم، فكل هذه العناوين العريضة اللي بيحفظها الدستور موجودة بهذه الوثيقة اللبنانية اللي لازم تتفعل، واللي لازم اللبناني يقدر يستفيد منها ليضمن مواطنيته، هي مفروض نستعملها لنحافظ على علاقة المواطن بالدولة، وما تكون علاقة المواطن من خلال طائفة أو من خلال حزب. هذه بعتقد معركتنا الأساسية. كيف بينعكس على الحياة اليومية؟ يعني بينعكس من خلال السياسات، بينعكس من خلال البرامج أو من خلال المشاريع، القوانين والقوانين اللي عم يحاول المجلس، النواب أو السلطة التشريعية تطبقها. يعني إذا كان في سياسات إنمائية مبنية على العدالة الاجتماعية اللي هي منطلقة من ثوابت الدستور اللبناني، بنقدر نلاقي أنه يكون في مثل نوع من التوافق على مشاريع انماء متوازن بتشمل كل المناطق اللبنانيه، من سكن، من صحه، من تعليم، ومن امور كثيره ثانيه، تمويل واقتصاد. فكرمال هيك الدستور لازم ننطلق منه كوثيقه ضامنه لحقوق المواطنين ولاداره شؤون البلاد. اليوم البعض يتهم المجتمع المدني انه قبل الانتخابات النيابيه كان اي حمله طويله عريضه بالبلد ضد الفساد، ضد السلطه الحاكمه، ضد الطبقه السياسيه، ضد كل من هو موجود اليوم في الحكم إذا فينا نقول، إنما وصلنا على الانتخابات فخط الدف وتفرقوا العشاء مثل ما بيقولوا، ليش صار هيك؟
صراحة أنا ما بشوفها من هيدا من هالوجهة من هيدا من هال من هالزاوية. بالفعل المجتمع المدني وتحرك المجتمع المدني هو انعكاس لنضوج المجتمع. بالنهاية كل الأشخاص أو كل الجهات إذا بدك اللي هي منا مشاركة بالسلطة واللي هي ما بتمثل يمكن جهات دينية أو جهات سياسية سلطوية هي بتسمى مجتمع مدني. فالمجتمع المدني ليكون متمثل بالسلطة عم ينقل معركته من المدنية لا السياسية، فبده يبلش يحكي سياسي. هلا نحن منطلقين من قيم المجتمع المدني، عم نحاول ننطلق منها ولندخل فيها على العمل السياسي بلبنان. رح تشوف أكيد تفرقة بمكان معين، ورح تشوف يمكن توحيد برؤية بمكان آخر، لأنه هو بيعتمد صراحة على الموقف أو على الحالة المجتمع المدني عم يبثها. بس أنا في أقول لك أنه المواطن وعلى الأرض لما عم نكون عم ننزل على الأرض فيه يعني رغبة كتير كبيرة، وفي حاجة لأنه هيدا الفراغ اللي غير ممثل اللي هو المدنيين المواطنين غير ممثلين بالمشاريع بالعمل السياسي، في حاجة أنه يكونوا ممثلين وأنه يمكن همومهم تنعكس داخل مجلس النواب. كل مجموعة مدنية اشتغلت باستراتيجية مختلفة، لأنه قانون الانتخاب ما سمح بتوحيد الرؤية وتوحيد الجهود إذا بدك للمجتمع المدني. برأيك هذا القانون كان معمول لضرب المجتمع المدني بمطرح معين؟ صراحة القانون برأيي معمول للحفاظ على المحاصصة للطائفية السياسية الموجودة بلبنان. يعني عم بيتقسموا الجبنة مثل كل مرة برأيك؟ 100% يعني، وهذا أكيد تحصيل حاصل بده يضرب المجتمع المدني وبده يضرب أي محاولات للمشاركة بالعمل السياسي من خارج الأحزاب ومن خارج الطوائف. لأنه عادة لما بدك تعمل قانون انتخاب بدك تنطلق كأنك عم تعمر بناية، بدك تنطلق من الأساس، بدك تقول أنه أنا شو بدي وهذا البناء كيف بدي عمره، شو الوجهة يعني شو الهدف، وعلى أساسه بتسن القوانين. نحن بالعكس صار عنا يعني قانون الانتخاب تفصل لحتى هذه المجموعات تحافظ على مصالحها وعلى المصالح اللي هي متقسمتها اوريدي. اليوم انتم ربحتوا بالانتخابات اذا فينا نقول، وان شاء الله اكيد بيوصل جزء كبير من المجتمع المدني الى السلطه الى البرلمان. كيف رح بتواجهوا؟ شو هي المشاريع الابرز المشاريع؟ شو هي اول نقطه بتنطلقوا منها بالمجلس النيابي؟ شو هي اول مشروع بتحسوا انه هو الملح اكثر شيء للشعب اللبناني؟ من منطلق فرض تطبيق الدستور المشروع الأساسي أو إذا بدك النقطة الأساسية اللي بدنا ننطلق منها هي إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء أو تعزيز إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. في إذا بدك مبدأ بإدارة الأعمال وإدارة الأزمات بيقول إنه أوقات 20% من الحلول بتحل لك 80% من المشاكل. فأنا برأيي من هالمنطلق إذا نحن قدرنا أنه نركز على موضوع إلغاء الطائفية السياسية من ضمن الدستور اللبناني، من ضمن كمان اتفاق الطائف اللي قال أنه مفروض يكون في مجلس شيوخ بيحفظ. قد رح تواجهوا هون مشكلة مع رجال الدين؟ صحيح، مجلس شيوخ اللي هو بيحفظ مسلمين ومسيحيين، صحيح بيحفظ الحريات والتمثيل العائلات الروحية بلبنان، ويكون في عندك مجلس نواب هو مشرع بيهتم بأمور المواطن والمواطنين على أساس مواطنية فقط بدون وليس أساس طائفي. أنا برأيي الشخصي وأكيد إن كمجتمع مدني وما أمثله على لائحة كلنا بيروت، الطائفية السياسية بلبنان هي من أكبر الأمراض، وانتقلت من طائفية سياسية لطائفية حزبية وضربت مبدأ الكفاءة. يعني عم تأثر على الاجتماع، عم تأثر على الاقتصاد، عم تأثر على التعليم، عم تأثر على كل نواحي الحياة. هلأ بالإدارات العامة لما يكون في تعيينات أكيد المحاصصة هي بحسب الطوائف، ولكن نحن هلأ صرنا عم نشوف أنه ما عم يوصل الأكفأ لأنه هو من طائفة معينة، عم يوصل الشخص اللي بيمثل حزب سياسي معين من طائفة محددة وليس لأنه الأكفأ. وهذا الشيء صراحة من أكبر المخاطر اللي عم يواجهها لبنان، الطائفية السياسية الحزبية. اللامركزية الإدارية اليوم كيف تنظروا لها كمجتمع مدني وكلايحة كلنا بيروت؟ اللامركزية الإدارية من أهم كمان مواضيع اللي بدنا نشتغل عليها. مفروض يكون في إنماء متوازن وشامل على جميع الأراضي اللبنانية، وما مفروض تنحصر
جميع الخدمات إذا بدك وجميع القرارات بأماكن محددة أو بالعاصمة، لازم يكون في إنماء بأماكن أخرى حتى تصير المدن متواصلة مع بعضها، وهذا بيعزز صراحة الانتماء للمواطن. يعني ما بدنا يكون في تركيز فقط على عاصمة أو تركيز فقط على أماكن معينة. وبنرجع كمان هذا إذا في قراءة يعني من كيف السلطة عم تعالج موضوع اللامركزية الإدارية، منلاقي كمان أنه مبني على أساس المحاصصة وتقاسم الحصص. اليوم العلاقات بينكم وبين الأطراف السياسية، خلينا نقول في بيروت، يعني عنا لائحة الرئيس سعد الحريري، لائحة رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، هني هول لائحتين الأبرز شيء إذا فينا نقول موجودين ببيروت الثاني، إضافة إلى لوائح أخرى. اليوم كيف في علاقة أنتوا وياهن، أو في إذا بدنا نقول مش تفاوض بس خلينا نحكي عن حوار بين هذه اللوائح، لأن بأطر ديمقراطية موجود هذا الأمر اليوم في بيروت أو غائب؟ الأحزاب بلبنان هي أحزاب غير ديمقراطية، ينتج عنها تجارب غير ديمقراطية. يعني لنكون واضحين ولنكون ما عم نتخبى وراء أصبعنا. فالمنافسة مثل ما ذكرت لك بأول الحلقة أنه من على برامج سياسية أو مواقف سياسية. هلأ المنافسة هي على ما تمثل كل لائحة من قيم إذا بدك أو من نهج سياسي معين. فبهذا الإطار صعب أنه تلاقي أنه نحن عم نتفاوض أو عم ننسق إذا بدك مع لوائح أخرى، لأنه بمحل ما نحن نمثل نقيض هذه اللوائح. يعني لما نكون نحن لائحة المجتمع المدني الوحيدة بدائرة بيروت الثانية بمواجهة لوائح السلطة الكبيرة، بمواجهة المال الانتخابي، بس في لائحة تعتبر نفسها معارضة أيضا، ليش ما وحدتوا الجهود؟ عن أي لائحة بتقصد؟ في هناك لائحة مدعومة من حركة الشعب، من بعض التنظيمات المعارضة يعني للسلطة. نعم، هلأ معارضة للسلطة، بس نحن معركتنا ليست فقط معركة السلطة، نحن معركتنا مع تأسيس نهج للعمل السياسي بلبنان، منطلق من الدستور، من المواطنية، من العدالة الاجتماعية، من مبادئ المجتمع المدني. ففي نقاط ما منلتقي نحن مع هاللوائح الثانية، وفي أمور اللي بنسميها أمور شائكة، يمكن نظرة يمكن اللائحة أو موقفة من السلاح، من الأحزاب، من الممارسات على الأرض، من عملية التشريع، من دور النائب. فهذه كلها مواضيع ما قدرنا أنه نلتقي فيها مع لوائح أخرى، فكرمال هيك نحن موجودين بلائحة مستقلة كلنا بيروت. بوقت من الأوقات شفنا المجتمع المدني ببيروت وبلبنان بشكل عام يقترب من بعض الجهات السياسية، شفنا تقارب كتير كبير بفترة من الفترات مع حزب الكتائب، اليوم عم نشوف ببعض المناطق أيضا المجتمع المدني متحالف مع بعض الأحزاب يلي هي كمان كانت موجودة بالسلطة. هوني كمان ما في شوية انفصام إذا فينا نحكي بالموقف؟ برجع بقول لك إنه المجتمع المدني بيعكس نضوج المجتمع، نضوجه سياسياً، نضوجه اجتماعياً، ونضوجه فينا نقول المجتمع المدني مقسم مناطقياً؟ مدنياً أيضاً. لبنان بما إنه لبنان مقسم ولبنان في المرض الطائفي والتقسيمي، فهذا بده ينعكس كمان على ممارسات المجتمع المدني طبعاً. والنائب سامي جميل بمحلات كتير معينة كان عم يعكس يعني يمكن أمال الشباب وممارسات نوعا ما قريبة إذا فينا نقول من ما يريده المواطن. فكر ملك صار فيه يمكن تقارب بينه وبين بعض فئات المجتمع المدني. اليوم كمان بهذه المعركة ماذا تقولين للبيروتيين؟ يعني أهل بيروت اليوم مثل ما كنت عم أقول بالمقدمة بمطرح معين عم بيحسوا حالهم مغبونين، عم بيحسوا حالهم مش اخدين كل حقوقهم، عم بيحسوا حالهم بطلوا هن مثل ما بيقولوا الركيزة الأساسية لهذا الوطن لعوامل عديدة ما بدنا نفوت فيها اليوم. ماذا تقولين للعائلات البيروتية التاريخية، لأهل راس بيروت، لأهل المزرعة، لأهل كل هذه البشورة، كل هذه المنطقة، شو بتقولي لهم يلي أكثر من نصهم صار برات بيروت للأسف؟ نعم، هلأ صراحة أنا اللي بدي أقوله هو لكل لبناني قبل ما أقول لكل بيروتي، لأنه نحن مفروض ننطلق من مواطنيتنا كلبنانيين وما يمثله لبنان في داخلنا. يعني نحن أي لبنان نريد،
هيدا اول شيء لما نكون متفقين على شو هو لبنان اللي بدنا اياه، نحن بنقدر نقول شو بدنا من لبنان، شو لازم نحن كمواطنين نقدم للبنان، نقدم لوطننا. فموضوع المواطنيه هذا لازم ينطلق منه كل بيروتي وكل جنوبي وكل صيداوي وكل بقاعي وكل شمالي وكل جبلي كمان. بنشوف كل شخص بالمنطقه اللي هو موجود فيها لازم ينطلق من مواطنيته، ولازم ينطلق من كونه هو مواطن لبناني قبل ما يكون مواطن تابع ل اذا بدنا نقول لفئه معينه لفئة او طائفه معينه او ل ريجن يعني ل دين معين طائفه معينه نعم لمنطقة معينة بلبنان. للبيروتيين بقول انه بيروت طول عمرها تمثل الانفتاح، طول عمرها تمثل الحوار مع الآخر. بيروت هي العاصمة، بيروت ما فيك تفصلها عن ما يحدث ب بس فصلوها وقعدوها شرقية وغربية يعني بهذا القانون. نعم ما فيك تفصلها عن ما يحدث بصيدا بشمال بالشوف بالبقاع. بيروت هي قلب لبنان، وقلب لبنان ليكون لبنان سليم لازم يكون قلبه سليم. أنا بقول للبيروتيين أنه نحن لازم نتمسك بثوابتنا كمواطنين لبنانيين لنقدر نرجع ريادة بيروت. وهذا الشيء كيف بيتم؟ بيتم أنه البيروتي السني يطلع من عباءة الزعامة السنية، البيروتي الشيعي أيضا يطلع من زعامة المحاصصة والتبعية والدرزي والمسيحي. هلأ نحن عنا ببيروت الثانية في عنا 11 مقعد، في مقاعد سنية، في مقاعد شيعية درزية ومسيحية أيضا. هذا بيعكس لك تنوع جميل جدا للنسيج البيروتي اللي هو هيدا قوة، هذا عنصر القوة صراحة لبيروت. فأنا بدعي البيروتي للانفتاح على الآخر وعدم التقوقع والمطالبة بحقوقه ضمن القانون وضمن مؤسسات الدولة. لما تكون مؤسسات الدولة قوية بيكون كل بيروتي قوي، بيكون كل شمالي قوي، كل بقاعي وكل جنوبي قوي. البعض يقول أنه الصوت المسيحي في بيروت الثانية لا اعتبار له ولا قيمة له اليوم، ماذا تقولين؟ بس كيف تردين يعني على هذا؟ بالعكس صراحة أنا بعتقد وبعتبر أنه بآمن أنه الصوت المسيحي ببيروت الثانية هو ركيزة أساسية للمحافظة على النسيج الاجتماعي والبيروتي اللي مثل ما تعودنا عليه ومثل ما لازم يكون. يعني إن كان إنجيليين أو أرثوذكس هن جزء لا يتجزأ من النسيج البيروتي. هلأ حتما الممارسات للسلطة وموضوع التفريغ إذا بدك، مش بس العاصمة، جميع المناطق تفرغت من أهلها ومن هويتها، وهذا شيء له علاقة كمان بالنقل وبسياسات الإسكان كمان والسياسات الاقتصادية بشكل عام والإنمائية. فلازم نحن نقدر نرجع نحافظ على هذا النسيج من خلال تمثيل المسيح داخل بيروت الثانية. برأيك رح يجوا المسيحيين من برات المنطقة أو يرجعوا ينتخبوا بهذه المنطقة؟ يعني في كتير ناس نفوسهم بهذه المنطقة بينتخبوا ببيروت الثانية، إنما نتيجة عوامل الحرب وغيرها تركوا هذه المنطقة وراحوا على مناطق أخرى. برأيك رح يجوا نهار الأحد بستة أيار يعملوا هذا الجهد وينزلوا وينتخبوا، أو بتحسي ما رح يكون في إقبال مسيحي على الانتخابات؟ نتيجة على الأرض، يعني أنتم موجودين على الأرض. أنا بشوفها من غير ناحية، من منطلق نحن النهج أو الرسالة اللي عم نحاول نقدمها. يعني كنا بحديث مبارح تواصلتوا معهم؟ وكنت أكيد عم نتواصل معهم، لأنه في معنا مقعدين عن مقعد الأرثوذكسي والإنجيلي. نعم. في عنا مرشحات زينة مجدلاني ودكتور نهادياس بقدومت، فحتما عم نتواصل نحن مع الجميع، لأنه نحن عم نمثل دائرة الثانية، عم ننزل على الأرض، عم نحكي مع الأشخاص ومع الناس، عم نجتمع مع العائلة. وكنا بلقاء امبارح وقلت لهم انه انا بعتقد انه بعتبر انه المجتمع المدني بيكون ادى واجباته او من خلال هالمشاركه اذا المقعد المسيحي سواء كان انجيلي او ارثوذكسي خرقنا فيه باصوات سنيه. يعني بتتخيل انت بتكون عايش بالفعل بحاله قدرت انه تخلق عند المواطن هذه الرغبه انه هو يختار ويصوت بناء على نهج سياسي، بناء على اشخاص بيمثلوا افكاره وتطلعاته للبنان. لما يخرق المسيحي باصوات سنيه يعني بنكون نحن ادينا واجبنا على اكمل وجه.
كمان بدي أسألك، اليوم كنت بتتمنى إنه هذا القانون ما قسم بيروت مثل ما قسمها اليوم، مثل ما كنا عم نقول بين شرقية وغربية. عم نشوف بالدائرة الأولى أكترية مسيحية، يعني بين أرثوذكس وموارنة وأرمن، والدائرة الثانية بين أكترية سنية إضافة إلى الطائفة الشيعية وبعض والأقليات المسيحية، إذا فينا نقول، أو بترفضي كلمة أقليات كمان؟ نعم، برفض كلمة أقليات، وهو الأشخاص موجودين ممثل لازم يكونوا ممثلين. أنا صراحة ضد أنه كيف القانون الانتخابي قسم مش بس بيروت، قسم كل لبنان على أساس طوائف رجعنا، وبيروت بالتحديد انقسمت شرقية وغربية للأسف. هذا شيء غير مقبول تماما، لأنه إذا بدنا نرجع يعني لورا ونشوف نحن شو دور النائب. النائب بيمثل الأمة، يعني في الفقرة 55 من الدستور اللبناني بتقول إنه النائب هو نائب عن الأمة اللبنانية كلها، وما بحق له أيضا يستعمل التكليف اللي أعطاه المواطن أو المجموعة اللي هي خلته إنه يصير نائب. فكيف إذا أنت عم تحكي عن تقسيم؟ يعني صراحة اللي قانون الانتخاب واللي شرع له واللي وافق عليه واضح جدا انه لم يعود ولم يرجع الى اساسيات الدستور اللبناني، لانه شرع وقسم على اساس طائفي وعلى اساس مذهبي، ولم يشرع على اساس تمثيل فعلي لشرائح المجتمع اللبناني ولا اي لبنان نريد. اليوم شو الفرق بين كلنا وطني واللائحه الثانيه المجتمع المدني ايضا؟ كلنا وطني اشتغلوا بمظلة انه هن عملوا تحالفات، يعني بين كلنا وطني وكلنا بيروت، يمكن كلمة بيروت ووطني بس هي بالنهاية بيروت جزء من وطني. وين بتلتقوا وين ما بتلتقوا وين بتختلفوا؟ بنلتقي بمدنيتنا، بنلتقي بكوننا غيورين على مصلحة لبنان والوطن، من قيم المجتمع المدني اللي بنمثلها. ما بنلتقي بطريقة العمل السياسي إذا بدك، والتحالفات وطريقة تشكيل اللوائح اللي هن أخذوا فيها غير استراتيجية وغير منحة. في مواضيع تانية اللي هي لها علاقة كمان مثل ما ذكرت لك الأمور الشائكة، في محل معين ما قدروا هن ياخذوا مواقف واضحة منه، بينما نحن كانت مواقفنا ثابتة غير رمادية، كمان ما قدرنا نلتقي بهالأماكن. وفي موضوع صراحة له علاقة كمان بالدائرة بحد ذاتها، يعني مرجوعنا دائما لقانون الانتخاب هو اللي صراحة عمل التقسيم الكبير. نحن عم نمثل دائرة بيروت الثانية، الناخب ببيروت الثانية هو ناخب حساس جدا، لأنه بيجمع الناخب السني الشيعي المسيحي والدرزي، ولبنان بعد للأسف لأنه ما قدرنا نفرض إلغاء الطائفية السياسية، بعد في ذيول لما يسمى يعني نفوس نوعا ما متنافرة من بعضها. نحن لازم إذا صفينا ما في النفوس وانتقلنا من المذهب والدين والطائفة والحزب إلى لبنان إلى المواطن، هذا بعتقد تنعكس على الممارسات السياسية. فالناخب البيروتي ناخب حساس، كرمالك نحن ما قدرنا بمحلات معينة أنه نعمل تحالفات غير واضحة بتنقذ الناخب البيروتي. ليش لائحتكم اليوم مش مكتملة؟ نفس الإجابة، لأنه في عنا ثوابت وفي عنا نهج معين عم نحاول نمثله. كتير صعب أنه تلاقي أشخاص بدهم يحملوا على كتافهم هيدا الرسالة وهيدا النهج ويقدروا يدخلوا عليه بمجلس النواب ويشاركوا بالعمل السياسي، وخصوصا أنه كلنا على اللائحة أول تجربة سياسية لإلنا، ما عدا إبراهيم نيمني اللي هو رئيس اللائحة اللي كان عنده رصيد من بيروت مدينتي وكان رئيس لائحة بيروت مدينتي للانتخابات البلدية. فكل شخص بدك يكون عنده هيدا هالأمانة اللي بده يحملها بكل مصداقية وصدق، فما قدرنا انه نستكمل لائحة لهالأسباب. نادين، يمكن البعض هلا عم بيسمعك عم بيقول انه شوي عم نحلم، يعني نطلع دغري هيك من الطائفية ونحرر النفوس من الطائفية ومن المناطقية، خصوصا بعد كل يلي قطع على لبنان، حتى يعني بالامس القريب، مش عم نحكي بس بخلال الحرب اللبنانية اللي انتهت من 30 سنة. بتأمل تكون هذه الخطوة الأولى يمكن على طريق الألف ميل مثل ما بيقولوا. بدي أطلب منك بس بالختام هيك كلمة أخيرة لأهل بيروت الثاني، لأهل بيروت بشكل عام، شو بتقولي لهم قبل كم يوم من الانتخابات ومن هذا الاستحقاق؟
بقول لكل اللبنانيين ولأهل بيروت، بما أنه نحن مرشحين عن دائرة بيروت الثانية كلنا بيروت، بقول لهم أنه التغيير ببلش من داخلنا، وإذا اعتمدنا نفس الأساليب حنوصل لنفس النتائج. لازم ينعطى فرصة لأشخاص منطلقين من خلفيات غير مسيسة، غير حزبية، غير طائفية، من خلفية مدنية اجتماعية. يعني نحن بنعكس شريحة كتير كبيرة من المجتمع اللبناني والبيروتي أيضا المستقل، اللي لازم يكون ممثل داخل دوائر صنع القرار. نتمنى أنه يعطونا هذه الفرصة لنقدر نصحح تمثيل بيروت بمجلس النواب. قبل ما أختم عندي سؤال، تفضل. موضوع التاريخ، تاريخ لبناني اللي يدرس اليوم في المدارس، هل رح تشتغلوا على هذا الموضوع؟ نحن اليوم ما عندنا تاريخ يدرس في المدارس، ما عندنا تاريخ موحد، كل فئة لبنانية عم بتشوف التاريخ على ذوقها وتقرأ التاريخ على ذوقها، البطل بهذه المنطقة هو خائن في المنطقة الأخرى. هل من، إذا بدنا نقول من استراتيجية للوصول إلى كتاب تاريخ موحد يوحد هالجيل الجديد يلي طالع، لنوصل فيما بعد إلى جيل لبناني شاب موحد؟ صح. وإلى مواطنين موحدين على الأسس البسيطة، يعني ألا شي نكون متفقين على تاريخنا وماضينا؟ مادة التاريخ هي بعتقد جزء من الحل، وهو الحل الأساسي هو التعليم المدني والمواطنة، يعني التربية المدنية لازم تكون موجودة بالمدارس بقوة. لازم الولد يشعر، اللي عم بيكون موجود بالمدرسة لازم يشعر بالتواصل مع وطنه، مع هويته، مع انتمائه للبنان. فإذا قدرنا أنه ننشئ جيل من المواطنين المدنيين اللي هن منتميين للوطن، للبنان، قبل ما ينتموا لطوائفهم ولأحزابهم، بنكون عم نقدر نخرق، عم نشكل جيل واعي. وبعدين شو بتدرسوا تاريخ؟ بالنهاية التاريخ هو حقائق، يعني هو مجموعة حقائق. أنت وجهة نظر في بعض الأحيان، مظبوط، أنت عم تسردها بنوع بشكل معين، بس كمان إذا نحن مش متفقين على تاريخنا ما حنقدر نبني مستقبلنا. كرمال هيك لازم نكون نبني أول شيء المواطنة داخل كل إنسان، لنقدر تاريخنا نعرضه بشكل موضوعي، ندرسه بشكل موضوعي، لننتقل للأسف تاريخنا بالمدارس اليوم يقف على عتبة عام 43 بعده. نعم، أنا بعدني بتذكر بتاريخ أنه، وعم عاني مع أولادي حاليا بالتعليم والتدريس، أنه عم ندرس عن حرب عالمية، عم ندرس عن جنرالات ألمان وفرنساوية، عم ندرس عن حقبات خلص قديمة بعيدة كل البعد عن لبنان وعن المنطقة وعن قراءتنا برسالة لبنان حديثا بالمنطقة. للأسف ما عنده وجود اليوم عند طلابنا وعند أجيالنا بالمدارس، وحتى كتاب التربية المدنية يمكن آخر نسخة كانت بالعام 97 وبعدها تدرس لحد اليوم، مع الأسف. نعم. نادين، أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. بهذه الحملة الانتخابية، إن شاء الله منشوفك وجه حلو ومشرق في البرلمان اللبناني. نسيت أسألك عن المرأة، شو بتقولي اليوم للمرأة اللبنانية والبيروتية بنوع خاص؟ المرأة بدي أقول لها أنه أول شيء تحدد موقفها بوضوح وتفعل دورها بجميع نواحي الحياة وليس فقط المجتمع، يعني ما تحصر دورها بالعمل الاجتماعي. لازم نشوف سيدات بالعمل السياسي، لازم نشوف سيدات بالاقتصاد، بإدارة المالية، بأمور مختلفة بكل نواحي الحياة. ومن خلال مشاركتي كمان بالعملية الانتخابية كمرشحة، لاحظت انه في مجموعة كتير كبيرة، يعني مجموعة كبيرة من السيدات، 111 مرشحة هيدي السنة. لا، مش بس عم يتعاطفوا معي، حاملين صراحة، كل وحدة منهم حاملة مثل رسالة او نهج. بس كمان بدي وجه لهم بالتحديد رسالة، انه كل مرشحة خليها مش بس تحمل هموم المرأة ومشاكل المرأة لداخل البرلمان، حتوصل تمثيل المرأة، حيوصل تحصيل حاصل إذا كل وحدة منا انطلقت من مركز القوة اللي بتمثله. يعني أنت هون بفهم منك ضد الكوتا النسائية بمطرح معين؟ أنا مع كوتا، أنا مع كوتا يمكن بالترشيح إذا بدك، بس ضد كوتا نسائية، لأنه أنا مع مبدأ الكفاءة وحسن التمثيل. يعني إذا في سيدة قوية بمجال معين وعندها برنامج انتخابي وتحمل وجهة سياسية معينة، لازم هي
الند للند تتنافس مع الرجل بهذا المشروع السياسي إذا كنا عم نحكي انتخابات. فمش مفروض الاختيار الناخب يكون فقط لأنه هيدي سيدة أو هي بتمثل يمكن شؤون المرأة، لازم يكون تكون المنافسة السياسية مفتوحة بين السيدات والرجال بشكل ديمقراطي، يعني نكون عم نحكي كمان فعلا سياسي. العناوين العريضة بسألك عليهم هيك بطريقة كتير سريعة، موضوع اليوم إذا فينا نحكي عن اللجوء السوري، في عندكم حلول طرحتوا هذا الموضوع بيناتكم اليوم كمجتمع مدني؟ صراحة موضوع اللجوء السوري لازم هو يتعالج ضمن إطار مؤسسات الدولة، لأنه هذا موضوع على مستوى عالي من صار على مستوى عالمي مؤخرا. صح، صار على مستوى عالمي، وشفنا كيف التفاوض عم يصير فعليا دوليا، وحتى مشاركة لبنان بصدر واحد وتبعياتها، وكل هالمواضيع لها علاقة بوجود اللاجئين السوريين بلبنان. بس على صعيد اجتماعي لازم يتعالج هذا الموضوع من ناحية إنسانية، لأنه عم يشكل بالفعل يعني مثل صدمة إنسانية لكل مواطن كيف عم يتم التعامل مع موضوع اللاجئين السوريين. ومن جهة تانية كمان هذه المساعدات اللي عم يتلقاها اللاجئ السوري الموجود بلبنان لازم كمان تكون موازنة، لا يعني بتوازيها إذا بدك آلية لتدعيم اللبناني، أيضا تدعيم اللبناني بالمدرسة، تدعيم اللبناني بقطاع الصحة، تدعيم الخدمات للمواطن اللبناني. يعني لازم يكون في نوع من التكافؤ لنقدر نحن كمواطنين لبنانيين نقدر نأمن للاجئ السوري حسن الاستضافة بالفترة هي اللي فيها موجود هون لحد ما يرجع لبلده بشكل آمن وسليم. السلاح المتفلت، صراحة موضوعنا من سلاح المتفلت هو موضوع بيتناقش ضمن كمان مؤسسات الدولة، ومن منطلق فرض تطبيق الدستور كل ما يتعلق باستراتيجية دفاعية، بقرار الحرب والسلم، بسيادة الدولة على أراضيها. هذه مواضيع حساسة ورئيسية لازم تعالج على إطار الدولة وضمن مؤسسات الدولة وضمن التشريعات. السلاح يجب أن يحصر بأيدي المؤسسات الحكومية بأيدي الجيش اللبناني، ويمكن ضمن أكيد استراتيجية دفاعية. موضوع السلاح المتفلت ما له تبرير أبدا يكون موجود سلاح بين أيدي المواطنين، بين أيدي المواطنين موجود سلاح بالأحياء، موجود سلاح عم يروح ضحيته ناس برصاص طايش نتيجة ابتهاج، أو إذا اختلفنا على صفة سيارة أو على أفضلية مرور كمان نلاقي في مواطنين عم يدفعوا الثمن بحياتهم. كيف قرأتي قرار المجلس الدستوري تعليق المادة 49 كمان من الموازنة يلي كانت ممكن أن تؤدي إلى توطيد مقنع للاجئين السوريين؟ صراحة برجع بقلك أنه في دايما نحن عنا بلبنان للأسف بدك تشوف القرار، بدك تقرأ من خلفيته، يعني شو هو الشيء اللي خلى بهيدي المرحلة بهاللحظة الأشخاص المعنيين عن هذا القرار أنه ياخدوه بمحلات أو مفاصل بحياة البلد اللي بيكون فيها غير وضوح. أنا برأيي لازم نبتعد عن الاتخاذ بقرارات ممكن أنه تؤدي إلى تصاعد بأزمات نحن بغنى عنها هلا بهالفترة. نادين بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك مرة تانية، بتمنى لك التوفيق، وبرجع بقول لك ان شاء الله بنشوفك كمان نائبة ببرلمان 2018. اصدقائي المشاهدين، انا خلصت فترتي معكم لليوم، زميلتي ريمان داو بتلاقيكم بعد شوي، الى اللقاء.